الفنان يزن سيد، عم شوفك بحفل درامانا بخير، تحكي لنا عن وجودك بهيدي الفعالية وأهميتها بالنسبة للدراما السورية. شيء كتير منيح وشيء كتير حلو أنه نرجع نلم كلياتنا بهذا المكان. مشكورين كل القائمين على هذا الموضوع. حلو أنك هيك تلتقي مع زملائك من فنيين ومخرجين وممثلين وكل حدا له علاقة بهذا الدومين. إن شاء الله حنرجع نوقف على رجلينا، الأزمة أثرت شوي علينا، بس إن شاء الله يعني هاي الشغلات اللي عم تصير شيء كتير مهم. مشكورين. نحكي عن تحضيراتك ل 2018. تحضيرات، رح بلش مسلسل اسمه فرصة أخيرة مع المخرج فهد ميري، إنتاج شركة قبلنا، عمل 60 حلقة، شخصية هيك حلوة ومشاكسة جدا جدا، أكثر شخصية مشاكسة بلعبها بحياتي. في كذا مشروع خارج سوريا وداخل سوريا، بس يعني كله هلا يعني قيد الانتظار. بنشوف دائما على السوشيال ميديا علاقة مميزة بتجمعك بابنك، نحكي شوي عنك كأب بعيدا عن الفن. يعرب قطعة مني يعني، وأنا حياتي كلها معلقة بيعرب. يعرب عنده موهبة فوتبول وإن شاء الله هيك عم حاول نميله إياها، يعني مثل كل أب بيحب هيك يتباهى بابنه وكذا. أنا يعني كتير بحب هيك يعني نوعا ما على السوشيال ميديا كتير هيك دعمه. تدعمه بالفوتبول ما بتدعمه فنيا؟ هلأ إذا هو حابب، هلأ هو حابب الفوتبول يعني، يعرب عشقه الفوتبول يعني بينام وطابة بين إيديه، إذا حاب أي شيء هو حابه أنا حكون معه يعني.